توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدة الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس من العام المقبل، خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين. وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية. وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو 2025، أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار الطويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات. وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا انخفاضا في قيمة العملة وارتفاعا في التضخم.